لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم حبيبنا اللي يحبونا ونحبوهم داخل بلاد وخارج بلاد. معكم أخوكم مراد في الإعادة إن شاء الله. ديما كاينة إفادة بدون إطالة، لنا عودة جديدة وعودة قوية. القوة تتكلم وأنت يا عدو النجاح. كي تدخل تشوف فيديو كيما هذا إن شاء الله تتألم. ما تفهمونيش غلط خاوتي، أمكانين بعض من الناس كي يشوفوا فيديوهات كيما هادو دير من الحساسية ويقول لك مرادة ويزوخ ينعس في الأعراض نتاعو. وأنا قلت لكم أني ما قاعدش نوري في الأعراض، قاعد نفتخر بالفيديوهات وإن شاء الله نكتبوا التاريخ بحروف من ذهب ونخليه بصمة جزائرية. كثر لنا بالدعاء وقولوا بسم الله ما شاء الله والعين الحق. درك نوري لكم الجزء الثاني. هذا الجزء الأول شفنا لافامال هذه الحمد لله، وهذا هو الجزء الثاني بسم الله ما شاء الله. لافامال اللي كنتوا تشوفوا فيها خالتي هذيك كوبليتها مع الصورة موزمبيق اللي شفتوه، وكوبليتها مع المقنين، كوبليتها مع الطارة فينيزويلا، كوبليتها مع الشونتور دافريك، كوبليتها مع طائر النعار، كوبليتها الحمد لله بدلت لها نيمار، وهذا توفيق من الله. ودركا بربي ان شاء الله راح نوري لكم الجزء الثاني. هذه هي لا فومال بنت الفومال اللي كنت تشوفوا فيها هكذا. هذيك اللي قلت لكم في الفيديو الاول باغيه في الجهه اليمنى، وهذه باغيه في الجهه اليسرى. حبيت برك نذكر اصدقائي المشاركين الاوفياء هذا الطائر التفاحي اللي هو المينوت، راني ربيته من السبعينات في الثمانينات 1985 درت به الميلي الهاجين، والحمد لله الحمد لله هذا توفيق من الله. وكما قلت لكم خاوتي هذا الطائر التفاحي الحمد لله. زيد نذكر برك مشاركين الاوفياء الطائر التفاحي اللي هو المينوت ربيته ودرت به الميلي في 85 في 85 خاوتي في 85 راني عندي فيديوهات من النوع الرافع والحمد لله نعيتهم لكم وخدمت بهم. ودرك بربي ان شاء الله نكمل لكم الفيديو اللي وعدتكم به. كما قاعد تشوفوا خوتي اي هذه هي لا فومال بنت هذيك هكذا، وزدت كوبليتها مع الصوره موزمبيق نفس المال هكذا. ما تنساوش خوتي الحمد لله انا نبدل لي فومال وريت لكم وشدتوا هكذا هاي وين قدامكم بالصوت والصورة بسم الله ما شاء الله. ها وين قاعد يكوكلي فيها كلش بالدليل بالصوت والصورة. تفرج خويا العزيز هاي لاباك، اكد لي على لاباك الجهة اليمنى هكذا. ها وين قاعد يكوكلي فيها نفس المال وكوبلة مها وزاد كوبلها هي والحمد لله. والصورة هذاك ما على بالك موش درت به كرواسيت به الخير والبركة. ها وين هو في العش وهو اللي حاضن وهاي لا فومال قاعدة توكل فيه. قاعدين نشوفو خاوتي الصورة غنية على التعليق. كثروا لنا من الله يبارك، كثروا لنا من الله يبارك على خاطرناش عندنا نخافو أعداء النجاح الحسد الغيرة. يشوف فيديو كيما هكذا ما يحملهاش، على بالك كاينين بعض من الناس صدقوني كي يشوفوا فيديوهات كيما هكذا ما يرقدوش. دل من الحساسيه مالا انت يا عدو النجاح. تفرج خوك مراد الحمد لله هذا توفيق من الله. وكي نقولوا مدرسه اي مدرسه اي مدرسه مدرسه، ونزيد ناكد اي مدرسه بمعنى الكلمه الصوت والصوره. تفرج خويا العزيز هكذا بسم الله دينا على بركه الله. لا فومال الاولى اللي كنت تشوفوا فيها كوبليه مع الصوره تاعنا وريت لكم الفيديو والحمد لله. فيديو هذا تاع 2050 60 80 كيما تقولوا. ما تنساوش خاوتي بارطاجيو لا فيديو هذا في لي باج المضافه في لي باج المضافه اللي ناكد. كثروا لنا بالدعاء ومازال جديد وهي مدرسه وتبقى مدرسه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم.